اليوم مالك والمشاهدين الكرام نتحدث عن جهد كبير لما نتحدث عن الجهود الطبية والجهود الصحية لخدمة ضيوف الرحمن سواء على الجانب الحكومي أو حتى الجانب التطوعي. اليوم وزارة الصحة السعودية تقدم خدمات كبيرة من خلال 25 مستشفى متوزع في المشاعر المقدسة. عن هذا الموضوع وحتى نطمئن على صحة الحجاج اسمحوا لي أن أرحب بوزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة. أهلا وسهلا بك فعلا وزير. أهلا ومرحبا، سعدكم معكم في هذا اللقاء. معي الوزير، في البداية بدنا أن تطمننا على وضع الحجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الوضع مطمئن، الأمور تمشي حسب ما هو مقرر لها ولله الحمد، والحمد لله الخطط تمشي حسب ما هو متفق عليه. جميل، يعني أكيد هناك جهود كبيرة نلمسها في الميدان معالي الوزير. خططكم السابقة التي استعد، يعني أنتم استعديتم أكيد في وقت مبكر لمثل هذه يعني الطقوس، لما نتحدث عن يعني أعداد كبيرة أكثر من مليون زائر تقريبا على يعني صعيد عرفات. اليوم كيف نتحدث عن تطبيق مثل هذه الخطط، يعني مدى رضاك؟ طبعا نحن دائما نبدأ من نهاية كل حج بالاستعداد للحج الذي يليه بالخطط والاستعدادات. نحن نتعلم من كل حج ما هي قصة النجاح، ما هي النقاط التي تحتاج تطوير ونعمل تطويرها ونضع الخطط، ونبدأ منذ فترة طويلة بالاستعدادات بالموظفين بتواجدهم. تعرف حجم العدد كبير وحجم الخدمات هائلة، عندنا ما يقارب من 30,000 شخص من وزارة الصحة يعملون في المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج، 25 مستشفى، 156 مركز صحي، عيادات متنقلة، حجم هائل. والاستعداد ليس هذا فقط، الاستعداد تأتي حتى من خارج المملكة بالتنسيق مع الدول، نتأكد ما في أشخاص مصابين بأمراض معدية تؤثر الحجاج. كما تعلم الحج يعني تجمع مليونين شخص من أكثر من 180 دولة في منطقة صغيرة تطلب استعدادات هائلة. أكبر تحدي لنا هو الأمراض المعدية، كيف نضمن أن لا يكون عدوى أو أحد ينقل عدوى من دولة في هذا المكان الصغير الذي ينشر لا قدر الله لو صارت أي عدوى أن تنتشر في العالم كله. فإذا نحن حريصين أن لا يأتي أحد فيه أي مرض أو وباء معين، ونتابع منذ قبل أن يخرجوا من بلادهم حتى وصولهم حتى في فترة الحج لضمان سلامة الحجاج وعودتهم سالمين. هذه بالإضافة الخدمات الطبية الهائلة تقدم للحجاج بيت الله، والحمد لله يعني أنا فخور وسعيد بما يقدم الزملاء، وهذا بالتأكيد بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. يعني لجانب الجهد الحكومي مع الوزير هناك جهد تطوعي، نرى الآلاف من المتطوعين الذين يعملون معكم في وزارة الصحة، يعني هذه الجهود أكيد تشاهدها مع الوزير ويشاهدون الحجاج يعني في كل بقاع أو في كل مناطق المشاعر المقدسة، كيف رأيت مثل هذه الجهود؟ سعيد حقيقة بالعمل التطوعي، فيه انتشار أكبر هذا العام. طبعا دائما المتطوعين يساعدونا في أعمال حج، ولكن في تنظيم أكبر، في تنسيق لتواجدهم في جميع المشاهد الصحية، يقدمون خدمات جليلة سواء خدمات طبية أو خدمات تنسيقية وغيرها. فأنا حقيقة ممتن لكل من تطوع معنا في هذا يعني الحج وما قدموا من خدمات جليلة للحجاج. يعني في كل سنة نرى حالات الجهاد الحراري، يعني حالات ضربات الشمس، كيف تتعامل وزارة الصحة مع مثل هذه الحالات؟ طبعا الحج الآن يدخل فترة الصيف أكثر وأكثر، فتحدي كبير حقيقة ضربات الشمس، خصوصا أن هناك حجاج يأتوا من دول يعني لم يعتادوا على الشمس الحارة مثل ما هو موجود هنا في مدينة مكة. فنبدأ بالتوعية وتعريفهم وحتى بعد وصولهم بلغاتهم وفي بلادهم في الطائرات في غيرها على خطوط ضربات الشمس، ومع ذلك يعني يصاب البعض ضربات الشمس. عندنا تجهيزات كذلك هائلة توسعنا فيها بشكل أكبر، عندنا أكثر من 1000 وحدة لمعالجة ضربات الشمس أو الجهاد الحراري. عندنا كذلك وحدات صغيرة متنقلة متواجدة في أماكن تجمعات الحج، يعني سيارات مجهزة تقف في أماكن تجمعات الحج لتقديم الخدمة السريعة لهؤلاء لضمان سلامتهم من ضربات الشمس. معالي الوزير، يعني أكيد في كل سنة تبهرنا بجديدكم، على حد علمي هذه السنة كان هناك أعتقد جهاز يتعرف على معلومات الحاج من خلال البصمة، إذا كان الحاج خارج الوعي يعني فاقد الوعي
تستطيعون أن تتعرفون على معلوماته كاملة. كيف ترى يعني أهمية مثل هذه الأجهزة، وأيضا ما جديدكم خلال موسم هذا، موسم حج هذا العام؟ طبعا التعريف بالبصمة شيء مهم ونقلة كبيرة هذا العام في التعرف على أي حاجة، لأن تعرف بعضهم يكون يسقطون أو يفقدون وعيهم في الحج، ينقلون إلى أماكن العلاج، أهاليهم لا يعرفون أين هم. فبالبصمة الحمد لله الآن نعرف الحاج ومن أي دولة واسمه وغيره، وهذا حقيقة بالتنسيق مع وزارة الداخلية الذين حقيقة يقوم مجهود جبارة في هذا المجال. أيضا من التقنيات التي أدخلناها هذا العام تقنية الروبوت، وهي تقنية روبوت يتنقل إلى المريض ويتواصل مع طبيب من بعد. تعرف تخصصات دقيقة، لا نستطيع نوفر كل التخصصات دقيقة في كل مكان، فعندنا أطباء متواجدين عن بعد يتواصلون مع المرضى مباشرة. الروبوت ينتقل عند كل سرير مريض، الطبيب يتواصل وجه لوجه مع المريض، يرى الأشعة، يرى الأرقام الخاصة بالمريض لمتابعة حالته وتوفير العلاج اللازم. نعم الوزير، أكيد استخدام التقنية مهم جدا، خاصة يعني مثل هذا التجمع الكبير. مع الوزير يعني اليوم وزارة الصحة يعني تفاجئنا بين الحين والآخر بقصص هي ربما لا تكون مفاجأة، لكنها عند الآخرين ربما يستغربون مثل هذه القصص. يعني أنتم نرى إعادة حياة لبعض المرضى بعد الله عز وجل، يعني إسعاف بعض الحالات، أيضا عمل العمليات ومجانا. يعني كيف ترى أهمية القصص الإنسانية التي تقوم فيها وزارة الصحة، وهذه جهود سعودية بكل تأكيد مع الوزير؟ الحمد لله، يعني سعدنا بتقديم خدمات صحية كثيرة للحجاج بيت الله الحرام. لا تحضرني الأرقام بدقة، ولكن عملنا قرابة 10 عمليات قلب مفتوح لحجاج بيت الله مجانا. بالتأكيد كل الخدمات مجانية، هذه يعني حقيقة سياسة خادم الحرمين الشريفين أن تقدم الخدمات مجانية لحجاج بيت الله. وكذلك عملنا أكثر من يمكن 160 عملية قسطرة قلبية، أكثر من 600 عملية مختلفة لحجاج بيت الله، ولا زلنا مستمرين في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة لحجاج بيت الله مجانا كما ذكرت. يعني مع الوزير ختاما نود أن توجه كلمة بهذه المناسبة، وخاصة في مثل هذا اليوم الفضيل وألاف المشاهدين يتابعونا عبر شاشة MBC. حقيقة أول شيء نسعد ونتشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وأتقدم بالشكر والتقدير لزملائي وزميلاتي أبطال الصحة. حقيقة وجدت تفاني في خلال جولاتي المختلفة وتضحيات كبيرة وجهود جبارة من زملائي، كلهم يسعون لتقديم أفضل خدمة لحجاج بيت الله، فأتقدم لهم بالشكر والتقدير، وأتقدم لخادم الحرمين الشريفين ولي عهده بالشكر والتقدير على دعمهم الكبير لكل الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وأسأل الله أن يوفقنا لتقديم أفضل خدمات لهم. شكرا لك معي. شكرا جزيلا.